السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة. ومفاجأة جديدة للشعب المصري والشعب العربي وكل جمهور الرياضة المصرية والعربية والعالمية. محمد صلاح اعتلى قمة هداف الدوري الإنجليزي. تعالوا نشوف. محمد صلاح النهاردة يا جماعة في آخر 5 دقايق من ماتش ليفربول وكريستال بالاس حط الجونين السادس والسابع في المباراة اللي خلصت 7-0 بين ليفربول وكريستال بالاس. محمد صلاح النهاردة يا جماعة بقى عنده 13 جول، 8 أهداف حطهم بإضافة إلى 5 ضربات جزاء سجلهم. مفيش ولا ضربة جزاء ضاعت منه. محمد صلاح إن شاء الله عايزينه بقى يعيد مجد السنتين اللي فاتوا، طبعًا هو في سنتين كده ضيعهم منه، لا سنة واحدة. محتاج له يرجع تاني هداف الدوري الإنجليزي البريمير ليج. ودي طبعًا هتبقى يخش إحصائية جديدة إن هو الوحيد لو خد هداف السنة دي هيبقى هو الوحيد اللي احرز هداف الدوري الانجليزي 3 مرات في 4 سنين، هيبقى ده انجاز كبير ورقم قياسي جديد لمحمد صلاح. تمنياتنا للفرعون المصري او الملك المصري بالتوفيق في الفتره الجايه. الفتره الجايه صعبه جدا ومحتاجين يركز في دوري ابطال اوروبا، لان دوري ابطال اوروبا برضو مهم جدا وهي البوابه العالميه وبوابه احسن لاعب في العالم. ومزيد من التقدم صلاح، ونتمنى لك التوفيق اكتر واكتر في الفتره الجايه. ويعني خد بالك من ماني شويه. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام، مبروك ابو صلاح.